مرة تانية عزيزي المشاهدين، نرحب بالزميل العزيز محمد الباز. منورنا محمد. مساء الخير على الكباتن. يعني وما نقدر نقول ان كل اللي حصل ان في 90 دقيقة مروا سلبية. تعادل سلبي، حتى كل الاستحواذ اللي شفناه النهارده سلبي، تمريرات سلبية. معظم التمريرات عند الفريقين نقدر نقول باك باس او تمريرات جانبية. ما فيش تمريرات الكاسرة الخطوط، التمريرات اللي فيها خطورة ما شفناش. يعني النهارده تقدر تقول الكرة او يعني محصورة في نص الملعب بشكل كبير. الحاجة الوحيدة اللي نقدر نتفق فيها ان الاهلي فعلا زي ما قال كابتن شريف كان محتاج ان هو يضغط الضغط الشرس، الضغط العالي بتاعه، والارقام كانت بتقول لنا كابتن ايمن ان فرقة الترجي من اكتر فرق بتخسر الكرة تحت الضغط، فبالتالي كان في يعني ارقام بتبين لنا من احد نقاط الضعف عند الترجي خسارة الكرة تحت الضغط. ده للاسف ما شفناهوش. كنا نتمنى ان احنا النادي الاهلي يلعب لعبه العادي في الضغط العالي في الهجوم وفي يعني دايما كنا بنشوف اكتر فريق صنع فرص محققه، اكتر فريق احرز اهداف حتى الان، ولكن حتى الان نقدر نقول الرقم الايجابي بعد هذه المباراه من ناحيه الارقام ان انت الاهلي كسر الرقم الترجي ب 21 مباراه بلا هزيمه في بطوله ابطال افريقيا تشامبيونز ليج. وكان مارسيل كولر، طبعا كان مارسيل كولر برضو كان كسر رقم مارسيل طبعا مانويل جوزيه بعد طبعا 19 مباراه، النهارده بنتكلم في 21 مباراه. ارقام كلها نقدر نقول يعني مش ايجابيه، ولكن حضراتكم وصفتوا الوصف الفني والتكتيكي ان الفريقين يعني كانوا بيقروا بعض ومش عايزين يكرر سيناريو سان داونز يا كابتن عين. هنتكلم عليه بالارقام برضو في مباراه العوده في جنوب افريقيا. خلينا نستعرض مع بعض الارقام النهارده ونقف على اهم النقاط. استحواذ زي ما كنا بنقول 53-47، 53 للترجي يعني متقارب. الاخطاء بقى وده الرقم اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه، 21 خطا ضد النادي الاهلي، وشفناهم معظمهم طبعا كان من ناحيه الجناب جنب اليمين او جنب الشمال، وده كان بيشكل خطوره وده احد نقاط القوه عند الترجي. بس كان في تحامل بعض الشيء من مصطفى غربال في بعض الاخطاء. صحيح، شفناها فعلا، واعتقد كابتن ناصر هتكلم بالتفاصيل على الـ يعني الجزء التحكيمي. فعلا شفنا في تحامل كبير جدا، ولكن معظم الاخطاء تحس ان هي مرسومه يا كابتن، يعني هي خلاص. صحيح. هم نقطه قوتهم في الكرات الثابته والكرات العرضيه المتحركه. شفنا اخطاء ضد النادي الاهلي 21 خطا، 8 ضد الترجي. الركنيات النهارده رقم سلبي طبعا عند الترجي ما شفناهوش، زيرو. النادي الاهلي 3 ركنيات، ما قدرناش ان احنا يعني نحاول ان احنا فعلا نصنع منهم اي فرص. وطبعا غياب او اصابه علي معلول كان بيلعب دور كبير جدا. صح. في الضربات الثابته او الركنيات للاسف النهارده ما قدرناش ان احنا نفوز باي حاجه منهم. تسلل 3 للترجي او ضد الترجي، 1 ضد النادي الاهلي. ندخل بقى في نشوف المحاولات، تسديدات. تخيل ان التسديدات رغم ان في فرصتين محققتين للترجي، الكره اللي كانت في الدقيقه 4 وفي الدقيقه 5 في الشوط الاول بالظبط على الراس، نفس الكلام اتكررت في بدايه الشوط الثاني، ومع ذلك الاثنين كانوا بره الثلاث خشبات. صحيح. خطرين، شكلوا خطوره، عشان كده في 8 تسديدات من الترجي ولا واحده فيهم شكلت او على الثلاث خشبات بمعنى ادق. يعني النادي الاهلي هي واحده تقريبا اللي سددها حسين الشحات وكانت على الارض، تصديات حراس المرمى واحده للترجي، زيرو للنادي الاهلي. ما فيش يعني تصديه من حراس المرمى النهارده بشكل كبير. الفرص المحققه زي ما قلنا الترجي عندهم 2، النادي الاهلي ما شفناش فرصه محققه، قلنا خلاص دي جول 100 بنسبه 99% مثلا. الاكس جي يعني كان الترجي قد يصل الى هدفين من واقع الفرصتين اللي احنا شفناهم، فرصتين اللي جم بدون، ولكن شفنا ما فيش ولا ركنيه ولا في اي حتى الضربات الثابته الفاولات اللي حصلت. صح. ما استغلوهاش بشكل كبير. نادي الاهلي النهارده لا يصل حتى لهدف لان احنا ما شفناش اي خطور. لمسات بقى في منطقه الجزاء، حبينا بقى نزود نبص نشوف الفرقتين النهارده عملوا ايه. للاسف ارقام ضعيفه جدا، يعني متخيل 9 للاهلي 10 للترجي. نبص بقى على التمريرات، دي التمريرات الصحيحه، 332 تمريره النادي الاهلي بدقه 82%. زي ما قلنا يا كابتن حتى الناحيه الثانيه الناحيتين سلبيتين، تمريرات فعلا كلها جانبيه، كلها باك باسس، ما فيش التمريرات فعلا اللي تكسر الخطوط وتشكل خطور. اهو التمريرات بقى في الثلث الاخير من عند الفرقتين، تعال نشوف عند النادي الاهلي 41 تمريره بدقه 62%، ما شفناش الدقه الكبيره اللي هي كانت تشكل الخطوره. بنتكلم على 41 تمريره صحيحه من ال 332،
ده رقم يعني قليل جدا، ضعيف جدا. الناحيه الثانيه عند الترجي 32 تمريره في الثلث الاخير، برضو رقم ضعيف جدا. حتى الدقه بتاعته 48%، رقم سلبي تماما. طب نطلع بايه من او الانطباع اللي تاخده من الارقام دي ايه؟ انا الانطباع اللي خدته من الارقام شبه شويه الماتش الاولاني ما بين سان داونز والترجي، مع التحفظ ان الترجي كان شويه فيه خطوره وسان داونز كان فيه خطوره. اللي خدته من الارقام ان المدرب طبعا الترجي كان متحفز جدا وعنده عايز يخطف هدف او يطلع بالنتيجه ديت، وان هو يعتمد على مباراه العوده ويكرر سيناريو سان داونز. لان كنا بنحكي مع بنشرح مع حضرتك ان في مباراه سان داونز الاستحواذ وصل ل 73% لسان داونز، 26 تسديده منهم سته على المرمى شكلوا خطوره، 26 تسديده. عايز اقول لحضرتك 17 فرصه لسان داونز في المباراه ومع ذلك العوده على ملعب الترجي هو اللي كسب. بالظبط، فهو ده واضح ان ده الفلسفه بتاعت مدرب الترجي، لانه هو سيب المباراه تمريرات ليست فيها اي خطوره، مفيش اي تكتيك، حتى ينسى اللاعب البرازيلي. صح، دايما يا كابتن امشي بالكوره، عينين مفيش فيجن، مفيش سكاننج. حضراتكم وصفتوا بالتحليل الفني ان مفيش اللاعب اللي عندهم اللي ينقلهم. صحيح، مفيش الكلام ده كله ما شفناهوش، والارقام بتقول لنا فعلا مفيش اللاعب اللي يودي التمريرات الحاسمه او في الثلث الاخير. لعبوا تمريرات طوليه كتير جدا، 47 تمريره طوليه، حتى الدقه بتاعتهم 38%، ما شكلوش اي خطوره. النادي الاهلي 32 منهم 11 بشكل صحيح. كنت عايز اقول لحضرتك ان احنا اتفقنا ان الترجي بزياده يعني بن علي او بن حميد الباكين او الاظهره دايما كانوا بيسيبوا مساحات في خط الخلف عندهم في المباريات السابقه، خاصه اخر اربع مباريات كانت في الدوري ومباراه الكاس في يعني المشوار المحلي. النهارده لا، قدروا ان هم يقفلوها، ما شفناش، ما ادوش فرصه للنادي الاهلي ان هو يعمل التمريرات الطوليه الخطيره زي ما شفناها دايما. العرضيات اهوت يا كابتن، ما فيش عرضيات كتيره، 8 بس النادي الاهلي، 2 بشكل صحيح، وده اضعف رقم من العرضيات كروسات للنادي الاهلي، ده بيوصل ل 20 و25 في المباراه الواحده. صحيح. الناحيه الثانيه عند بس الترجي، دي خروج علي معلول اثر علينا فيها بكل تاكيد. خروج علي معلول، عدم الزياده الهجوميه لمحمد هاني، كان في عنده تحفظ كبير جدا، وده كان عمل دور كبير جدا بغض النظر على الاخطاء الفرديه، او ولكن هو محمد هاني لعب دور كبير جدا النهارده من الناحيه الدفاعيه. كسب الكره النهارده 40 للترجي، 42 للنادي الاهلي. ده بيتكلم على البول ريكفريز، وده رقم مقارنة او يعني لو احنا عايزين نحسبه ونبص وندخله في الحسبة مع التمريرات اللي احنا شفناها حتى في الثلث الاخير يا كابتن، ده رقم يعتبر كبير ان هم فعلا استرجعوا الكورة بشكل كان واضح النهاردة. ده بشكل عام كده الارقام بتاعت الفرقتين، يعني نقدر نقول مش عايزين نكرر سيناريو سان داونز، واضح جدا من فلسفه الترجي وطريقه لعبهم النهارده بيلعب على الحته دي، ان هو بيلعب على الحته ديت خلاص، موت الماتش كله، حاجات استحواذ سلبي، تمريرات سلبيه، مفيش تمريرات خطيره او فرص خطيره بشكل كبير جدا. ولكن يا كابتن احنا استعرضنا مع حضرتك ان فريق الترجي لما بيجي يضغط او بيعمل هجماته بيعملها بشكل نقدر نقول، مش عايز اقول فيها عشوائيه، مش منظم بشكل 100%. وبالتالي في حاله استرجاع الكرة او الكاونتر بريسنج من الخصم مع الهجمه المرتده بشكل خطوره كبيره جدا. علشان كده انا هستكفي النهارده بحالتين، حالتين لو نستعرضهم مع الشباب بيوضحوا ان احنا كنا نقدر نعمل كاونتر اتاك بشكل منظم افضل من كده، وكان ممكن نستغل، لان في حتى في الاربع مباريات السابقه في المشوار المحلي بعد السويتشنج اللي هم عملوه وقعوا في الاخطاء دي، هجمات مرتده شكلت خطوره عليهم. يعني احنا بنتكلم في يعني عايز اقول لحضرتك اول دقيقه 22 كان في مرتده وقطعنا الكره بسرعه جدا، كانت مع امام عاشور. لو كنا نفتح الكادر في الملعب ما شفناش فيه زياده عدديه، حتى امام بدريبلينج يعني قطم في نص الملعب، وللاسف كان في غياب لتاو، كان في غياب لاكثر من عنصر كنا المفروض نشوفه في الناحيه الهجوميه. لا بس واضح ان تاو النهارده كمان كان ملتزم دفاعيا مع الباك اللي قدام، مع محمد بالظبط، يعني لان احنا بنتكلم في يانساس يعني مهاجم دي الجناح البرازيلي. اه بالظبط يا كابتن، هنا الكاونتر بريسنج على طول، كنا بناخد الكوره بشكل كويس جدا، ده كان اكرم اعتقد شحات، والكوره راحت لامام، بدا ان يحصل الدريبلينج الناحيه الثانيه. لو الكادر يفتح معانا شويه هتلاقي هو دي تاو ورا يا كابتن، مظبوط، يعني بالظبط اللي قبله كده بيوريك ان مفيش خلاص زياده. أيوة، عدديه. السرعه هنا امام بدريبلينج وبالمهارات الفرديه والقدرات الفرديه قدر ان هو يخش بالاثنين لعيبه في نص الملعب، ولكن هنا لو كان في زياده عدديه كان ممكن.
انا اوكي ممكن يكون تو في تحفز او في تعليمات ان صح. هو يكون في واضح كان واضح ولكن دايما يا كابتن عنده سرعات تاو يعني انا يعني انا شايف ان في حاله زي ديت كان ممكن يرتدي نقل على طول دوره ان هو يبقى فيه سرعات ويزيد ونحقق الزياده العدديه هنا لان خلاص بقى فيه هنا يعني يعني وسام لوحده تماما ودي احدى الهجمات المرتده لان الفريق دايما الترجي بيزيد بعدد كبير جدا وللاسف ديت ما اتعملتش بشكل منظم وضاعت كوبي بيست منها برضو في تكررت كتير النهارده دي واحده تانية يا كابتن ايمن برضو اكرم كان ليه دور كبير جدا في قطع الكوره هنا شوفها كابتن الناحيه التانية خلاص بقت امام لوحده وسام لوحده بيقول له العب الكوره بسرعه الامام اتلعبت لامام بقوا هنا زياده هنا بقى تاول لوحده شوف بقى هنا في اقصى اليمين لا نرجع للصوره اللي قبلها الصوره اللي قبلها يعني بتورينا ان هنا كان في ثلاثه على اثنين لو اتلعبت بسرعه يعني تاو هنا في أيوة اقصى ايوه صح دي هجمه واعده دي هجمه واعده مظبوط فتاو هنا كان في اقصى اليمين امام طبعا بسرعته وسام بدا ان هو ياخد الطريق ان هو يعني حصل طبعا سند عليه بعد كده ما اتلعبتش التاو بسرعه كان فاضي تماما وكان في مساحه كبيره جدا في خط خلف ده فقط يعني الشكل اللي كنا ممكن نلعب عليه النهارده مع فرقه الترجي رغم ان احنا كنا متوقعين مع التكتلات او يعني ان احنا في تحفظ عندنا الناحيه الدفاعيه اكتر شويه بغض النظر عن الاخطاء او الفاولات الكتيره وده الرقم اللي يعني في جرس انذار ناخد بالنا منه غير كده انا شايف ان يعني نتيجه غير مطمئنه ولكن كل التوفيق ان شاء الله وكل التركيز في مباراه العوده ان احنا لازم نخطف ولازم نحافظ عدم دخول اهداف فينا الرقم تاني الايجابي ان احنا الفرقتين بصراحه 12 مباراه بدون ورا بعض شباك نظيفه وده صحيح. يعني بتدلل ان الترجي ما زال فريق متماسك من الناحيه الدفاعيه شكرا يا باشا شرفتنا وان شاء الله النادي الاهلي يحسمها بمباراه العوده باذن الله شكرا جزيلا